بصورة أيقونية سيسجلها التاريخ. نجا المرشح الجمهوري دونالد ترامب من محاولة اغتياله، لكن الصورة فتحت أيضاً الباب على مصراعيه لأصحاب نظرية المؤامرة. هل كانت صورة الرئيس القوي المتحدي الذي ينزف دماً حقيقة أم تمثيلاً؟ صور نشرها مستخدمون يقارنون فيها عدداً من التفاصيل الجسدية بين صاحب فيديو منفذ الهجوم وبين من قتل في التجمع الانتخابي، مؤكدين وجود اختلاف بينهما. الأذنان مختلفتان تماماً، حتى أن المقتول في التجمع الانتخابي لديه شعر أغمق من منفذ الهجوم الذي خرج بالفيديو. لم تقتصر الأمور على إثارة التكهنات حول هوية مطلق النار، بل امتدت لتشمل مزاعم حول ما إذا كان الحدث مخططاً له مسبقاً أم لا. كلمة مدبر أصبحت ثاني أكثر الموضوعات انتشاراً بعد كلمة ترامب، حيث نشر أكثر من 300 ألف منشور باستخدام هذا المصطلح في غضون الساعات الأولى من الحادثة. كان ترامب يعقد مهرجاناً انتخابياً حاشداً عندما دوى إطلاق النار. شاهدنا ما نعتبر أنها محاولة اغتيال ضد رئيسنا السابق دونالد ترامب. على الرغم من تأكيد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أن ما تعرض له المرشح الجمهوري هي محاولة اغتيال، إلا أن المزاعم والادعاءات بقيت تتوالى على منصات التواصل. ادعاءات لم توثق بالأدلة، ولم يأخذها ترامب على محمل الجد، بل أكد استمراره في السباق الانتخابي في منشور على منصته تروث سوشال عقب الهجوم، متجاهلاً جميع المزاعم والاتهامات المتوالية. بدورها قالت الشرطة إن التحقيق في إطلاق النار على ترامب قد يستغرق شهوراً.